آه انتوا اتجننتم، انتوا بتعملوا ايه؟ الله يخرب بيوتكم. هنكون بنعمل ايه يعني يا أمورة؟ هنربطك في الكرسي لحد ما الماتش يخلص. عشان تبقي تقعدي عبد الله السعيد وأيمن حفني في البيت كويس، اقعدي معاهم بقى يلا. طب فوجوني ومش هروح الماتش، فوجوني بقى والنبي، حرام عليكوا. بطلي رغي بقى يا بت انت. خلاص الحمد لله ربطتها كويس. ده لو الشحات مبروك نفسه مش هيعرف يفك الحبل ده. سلام يا كابتن فرشيحة، هتوحشني. صحيح، وهي الدنيا غير ملعب كبير. الله يرحمك يا ابويا، الله يرحمك يا ابويا. رقم المطلوب مغلق او غير متاح، اضغط رقم 1 لارسال ميني كول. وبعدين الرضا، استغفر الله العظيم بقى. ايه يا بسيوني، فرشيحه فين؟ هو جاي في الطريق. في الطريق ايه؟ احنا بنسخن خلاص، نص ساعه والماتش هيبدا. ماليش يا كابتن عجوه. يا حمدي، يا حمد الله، عايز ايه يا روميو؟ فرشيحه فين يا ابني؟ فرشيحه مين يا ابني؟ اللعيب الجديد ده، مش عارف والله. بقول لكم ايه، مش عاوزين استهبال. رضا فين؟ رضا فين يا ابني انت؟ وهو رضا مين يا نجم؟ بعدين انت مالك يا دنت ومال حريم بيتنا يا كابتن عجوه؟ مش عارفين نركز واحنا بنسخم الجدع ده. يا بسيوني، يا بسيوني اخرج بقى، سيبهم يركزوا. ماشي يا رجاله، يلا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم معلقكم الرياضي اكرم الكاشف، بيرحب بيكم مباراة بين بترول اسيوط والسلام. هي المباراة الاهم، لان هي اللي هتحدد مين الفرقة اللي هتكون موجودة الموسم القادم في دوري الاضواء والشورى، الدوري الممتاز زي ما انتم عارفين، اللي بيفوز بيكون موجود في دوري الاضواء والشورى. الماتش اللي فات شفنا وتابعنا لعيب ماهر وحريف اسمه الشورى فرشيحة، ورقة ربحة بيحتفظ بيها كابتن عجوة على دكة الاحتياطي. نبدأ بتشكيلة صاحب الأرض والضيافة بترول أسيوط. عبده بريمة في حراسة المرمى، قدامه اتنين مساكين. هو كابتن فرشيحة مش هيبدأ الماتش ولا ايه؟ شكله مش موجود في التمنتاشر أصلا. ده يبقى مدرب ما بيفهمش حاجة لو ما بدأش بيه. عمرك شفت مدرب بيفهم اسمه عجوة؟ ألو؟ أيوة مين؟ أنا بسوني صاحب فرشيحة، قصدي رضا. اهلا، ازيك يا بسيوني، عامل ايه؟ انت فينك يا راجل؟ انت مش كنت بتوصل رضا على طول الجامعه؟ ايه رحت فين؟ فاكر يا بسيوني يوم بس انت مش وقته، يخرب بيت راغي، ما تعرفيش فين رضا؟ لا ما اعرفش، هي ما جاتش الجامعه من امبارح، مكلمها في البيت. كلمتها ما حدش رد عليا. خلاص اقفلها يا منال، اقفلي. سلام، استر يا رب. افتح، ابوس ايدك يا رضا. يا رضا. ايوه يا ابني، عايز مين؟ ازيك يا خالتي، والنبي رضا عندك؟ رضا مين؟ صحيح، انا ناسي، رضا خالتي، رضا بنتك. انا ما عنديش ولاد يا ابني. لا لا، ما هو مش هينفع النهارده اللي انت عماله تعمليه ده. مش فاكره حمدي؟ طب فاكره حمد الله؟ طب فاكره عم سعيد زماره جوزي؟ انا جوزي اسمه زماره؟ الله يرحمه بقى. لا انت قليل الادب. ليه بس كده يا خالتي؟ لما تقول لي جوزك زماره تبقى قليل الادب. لا هو كان اسمه كده يا خالتي. لا عيب، لا 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 ما تقولش كده. طب ممكن ادخل ادور على رضا بعد اذنك؟ ادور على رضا. الحقوني الحقوني. لا لا بس يا خالتي، بس متحشر فيا، عايز يغتصبني سفاح. لا لا بس يا خالتي، بس الحقوني. كده يكون انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي 0-0. نقدر نقول شوط اول اقل من المتوسط، اداء باهت من الفرقتين، ولا سيما فريق السلام. يا بسيوني، فرشاحة فين؟ ايه ده؟ مال وشك؟ مفيش، وانا ماشي في جاموسة بركت عليا. جاموسة في الاستاد؟ اسمها متوفيق على كفة كابتن عجوة. يا عيني يا مش مهم، مش مهم، المهم فرشيحة فين؟ بصراحة ما عرفش، اختفى، اتبقى، اتقتل، مش عارف. اكيد بتوع بترول اسيوط عملوا فيه حاجة. انا هقدم شكوى للاتحاد، انا داخل للعيبة. خليك انت هنا، ولو فيه جديد ابقى بلغني. يا وش يا اما، ليه بس كده يا متوفيق؟ هو انا وش ناقص؟ كابتن فرشيحة، كابتن فرشيحة. يا ماما يا ماما يا ماما. مين انت؟ مين يا بنتي؟ مين؟ لا ايه ده، مين اللي ربطك كده؟ هو يو يا ماما، انا بنتك الغلبانة يا حاجة، العصابة خطفتني، انقذيني بقى يا حاجة من العصابة الشريرة. ايه؟ لا ما تخافيش يا بنتي، ما تخافيش،
مفيش حد هنا يقدر يقرب لك. هو انت اسمك ايه؟ اسمي عبلة. ما تخافيش يا عبلة، انا هفكك. العصابة قال ايوه كده. فك ايدي بقى كمان، ربنا يخليكي احلى ام في الدنيا. يلا بقى السلام. بنت انت يا عبلة، انت يا بنت يا عبلة. فاول لصالح ريش النعام في الدقيقة 82، رايح لها حمدي زمارة يرجعها لحمد الله زمارة. عيلة زمارة النهاردة بتقدم واجب كروي جديد، اللي أهدى النهاردة في أدائه وفي رتمه عن المباريات اللي فاتت، وما عملش غير 15 فاول بس. يا ساتر يا ساتر، عمل 15 فاول بس، مفروض يهدى ويقدم مباراة أفضل من كده. ممنوع يا عم، انا معاهم في الفريق وربنا. ممنوع يا عم، انا الكابتن فرشيحه. انت كابتن فرشيحه؟ ايوه انا، دخلني بقى. ممنوع. وبعدين بقى يا بسيوني يا بسيوني. بص يا جدع، بقول لك يا جدع، انت كنت فين؟ بعدين وطي صوتك، انت ايه اللي شلفت وشك كده يخرب بيتك؟ بعدين كابتن عجوه فرشيحه وصل. غير بسرعه يا فرشيحه، انجز. حاضر هدخل اغير اهو. ما تغير هنا يا ابني. معلش اصله بتكسف. معلش يا كابتن، معلش اصله بتكسف. طبعا انتهاء المباراه بالتعادل السلبي في مصلحه بترول اسيوط، لكن الفرقتين بيلعبوا جيم مفتوح، وممكن جول بيجي في اي لحظه. وانا شايف التغيير الثالث، خروج حمدي زماره ونزول كابتن فرشيحة. هل يا ترى يقدم مباراة قوية، ولا هنشوف ايه ده اللي هنشوفه من خلال احداث هذا اللقاء؟ هي البنت دي مخاوية ولا ايه؟ ليه؟ في ايه؟ ماله الواد ده؟ ينفع كل مرة تطلعني كده؟ ينفع؟ يعني ايه كل مرة؟ في تغيير يعني تطلع برا؟ انجز. ما تخرج كده يا كابتن وخلي روحك رياضية. امال هنفخك يا رضا، هنفخك بس نروح. ركلة ركنية من ناحية اليمين رايح لها بشير، هيلفها برجله الشمال. والله أنا شايف حمد الله زمارة ماسك فرشيحة، هو اللي معاه في نفس الفريق، بكتفه كده موقف مان تومان. امسكوا كويس يا ده، حمد الله ما يجيبش جول. ده على جثتي. يا متخلف، انت ماسك اللي معاك في الفرقة. يا الله، أنا تعبت من هذه الفرقة. يلعبها بشير وتعدي من فوق دماغ النحاس، لكن كرة خطيرة على حدود منطقة الجزاء، خطيرة الكرة. وادي التسديدة، وادي جول، وادي التسديدة وجول. لسه بقول لحضراتكم، يا سلام يا سلام يا سلام يا فرشيح، يا سلام يا فرشيحة. هو المخضرم الكبير فرشيحة، بيحط الهدف ويحط الجول ويحط الجول. يا سلام يا سلام يا سلام، مليون مبروك لفريق السلام النجعاوي، صعوده لدوري الأضواء والشورى، الدوري الممتاز. مليون مبروك لفريق السلام. حرام حرام حرام، ده ظلم يا جدعان، ظلم. ليه كده بس يا رب. مبروك يا فرشيح. مبروك علينا الصلاة على النبي كلنا. ألف مبروك يا رجالة، وحوش أفريقيا، نادي القرن الحقيقي، السلام النجعاوي. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. مبروك يا كابتن. الله يبارك فيكم. الحمد لله كابتن خشب رئيس النادي صرف مكافأة 500 جنيه لكل لاعب. هي بقت كده؟ طب عليا وعلى أعدائي. بنت رضا، سيبيدي حمدي، حرام عليك يا حمدي، عيب مش قدام الناس. أي حد هيفتح بقه هزعله، وأنت وشك مش ناقص يا بسيوني. أهو يا كابتن عجوة، شوف إيه رأيك بقى في كابتن فرشيحة؟ أنت واد ولا بنت يا ابني؟ أقدم لك يا أبو الكباتن رضا زمارة، أختنا يا كابتن عجوة، أختنا اللي انتحلت شخصية كابتن فرشيحة. أمال فين كابتن فرشيحة الحقيقي؟ أنا والله العظيم أنا، وأنا برضو كابتن رضا زمارة. يا كابتن عجوة الموضوع، أنت تخرس خالص وتاخد رضا ولا فرشيحة وما شفتش وشكوا تاني. برا. هو إيه اللي برا؟ وهو مين اللي طلعكوا دوري ممتاز؟ مش أنا؟ إيه دي يا رضا؟ امسكها كويس يا بسيوني. أنتوا فاكرين نفسكوا إيه؟ أنا من حق ألعب كورة، ومن حق ألعب كورة، ومن حقي كمان مرة ألعب كورة، وأسعد يا بسيوني من قدامي. عمتنا الحكم الرابع سجل المخالفة وهيبلغ اتحاد الكورة، ومش هتشميها تاني يا رضا. أنا مفيش حد ممكن يمنعنا أن ألعب كورة، واللي يضحك في الآخر هو اللي هيكسب، وهنشوف. ها، انتوا فرحانين أن الحكم الرابع سجل المخالفة دي؟ انتوا مجانين، احنا كده روحنا في داهية. غوروا كلكم من وشي، غوروا، هتشلوني.
ما خلاص بقى رضا، ما تعمليش في نفسك كده. انا مقهوره مقهوره يا منال مقهوره، اهو بسبب غبائهم فرقه السلام النجعاوي نزلت دوري الدرجه الثالثه، وانا توقفت عن اللعب موسمين. معلش يا حبيبتي، واخواتك اتطردوا من الفريق؟ ما هو من غبائهم كده بوظوا كل حاجه ليهم وليا. طب يا بنتي ما تقدمي في الكره النسائيه دي وتريحي دماغك. انا مش فاهمه بس ايه كيفك ان انت تلعبي كره مع الرجاله. هي الكره النسائيه دي حد بيتفرج عليها؟ وبعدين ما احنا زينا زي الرجاله، المهم بقى مين بيعرف يلعب كره ومين ما بيعرفش. وده كان راي ابويا الله يرحمه برضك. يا بنتي اللي في دماغك ده مستحيل يحصل. لا هيحصل، وهعمل فريق ستات اثبت لهم فيه اننا احرف منهم 100 مره. الكره مخ ومهاره مش عضلات. طب اذا كان كده بقى رضا ما تاخديني معاكي، اصل انا بنت طول عمري نفسي العب كوره. اه بصي، خليني سنتر فرور، فرو سنتر لوك، اي سنتر والسلام. سنتر فيرود يا منال الله يخرب بيتك. ايوه هي دي سنتر فيرود حبيبتي يا رضا، حبيبتي حبيبتي يعني. حاضر يا حبيبتي من عناي. ايه ده بسيوني؟ طب ردي عليه ردي عليه. ماليش نفس يا بنت ردي، والله ده غلبان، وبعدين مش جايز يكون جايب لك خبر حلو. صدقي صح. الو ايه يا بسيوني، ازيك؟ انا كويس، انت عامله ايه؟ الحمد لله احسن. ها عايز ايه يا بنت؟ ارحميني من الدبش اللي انت عماله تحدفيه من بقك ده. يا اخي مش قصدي بقى يا بسيوني، بقى انجز انا مخنوقه. قدامك تلفزيون يا بسيوني؟ مش وقته. افتحي بس التلفزيون على برنامج كابتن شلبي، بيتكلموا عنك يا بنت. ايه بيتكلموا عننا؟